السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا أعزائي الطلاب في مادة الفنون البصرية للصف الثالث الابتدائي. عنوان درسنا لهذا اليوم هو تصميم قارب بالأشكال الهندسية. معايير ومؤشرات درسنا لهذا اليوم. من أهداف درسنا لهذا اليوم الهدف المعرفي، أن يتعرف الطالب على مصطلح التكرار في التصميم بصورة جيدة. الهدف الوجداني هو أن يستجيب الطالب لجمالية عنصر التكرار في الفن الإسلامي. الهدف المهاري أن يصمم الطالب قارباً بالأشكال الهندسية مؤكداً على التكرار واستخدام الألوان المناسبة بإتقان. هذه الصورة تعبر عن درسنا اليوم. نعم، صورة قارب شراعي. هل يا ترى سوف يكون درسنا تصميم قارب شراعي؟ نعم، سوف نصمم قاربا شراعي، ولكن سوف يكون مزخرفا بأشكال هندسية. إذن درسنا هو قارب بالأشكال الهندسية. انظر جيدا لهاتين اللوحتين ولاحظ الفرق. ما الفرق بين اللوحتين؟ نعم، أحسنت. اللوحة الأولى هي رسم للقارب بقلم رصاص، أما الصورة الثانية فهي تصميم لقارب شراعي مزخرف بأشكال هندسية. في درسنا السابق تعرفنا على الأشكال الهندسية. هيا انظر للقارب أمامك ولاحظها، وهيا ذكرني بها. أحسنت. الدائرة، المثلث، المربع، والمعين. انظر للدائرة هنا، هل تم رسمها مرة واحدة فقط داخل التصميم؟ أم قام الفنان بتكرارها داخل الشكل أكثر من مرة؟ لاحظ الدائرة في الخلفية، قد قام الفنان بتكرارها كثيراً. التكرار، ماذا يقصد بالتكرار؟ التكرار هو إعادة استخدام نفس الشكل في العمل الفني، أي تكراره بالتصميم أكثر من مرة. أنواع التكرار، للتكرار أنواع. لاحظ الصورة رقم 1، فيها دوائر مكررة بنفس الحجم، ولكنها غير منظمة ومرتبة في ألوانها واتجاهاتها، لذا هي تكرار غير منتظم. أما في الصورة رقم 2، تم تكرار نفس اللون ونفس الشكل بصورة منظمة وفي اتجاه واحد عمودي أو أفقي. نسمي هذا النوع من التكرار تكرار منتظم. أنواع التكرار في الزخارف، من يقول لي هل التكرار في الصورة رقم 1 منتظم أم غير منتظم؟ هيا فكر. أحسنت، إجابة صحيحة، إنه تكرار غير منتظم. فلاحظ الانتشار في الورود، برغم تكرارها لكنها غير منتظمة. لكن في الصورة رقم 2 نلاحظ تم تكرار الشكل السداسي بشكل منظم وباتجاه واحد، لذا هو تكرار منتظم. وفي اللوحة رقم 3 يوجد بها تكرار ولكنه غير منتظم. أما في الصورة رقم 4، من يجيب؟ هل هو تكرار منتظم أم غير منتظم؟ هيا فكر. نعم، أحسنت، إجابة صحيحة، إنه تكرار منظم أو منتظم. فنرى الدائرة هنا مكررة بشكل منتظم.
والآن عزيزي الطالب، أجب عن الأسئلة التالية. ضع علامة صح أمام التعريف المناسب لمصطلح التكرار. الإجابة رقم 1 هو تتابع لمجموعة من النقاط المتجاورة، والإجابة الثانية هي إعادة استخدام نفس الشكل داخل العمل الفني. هيا فكر، أيهما إجابة صحيحة؟ أحسنت، بارك الله فيك، إجابة صحيحة، إنه إعادة استخدام نفس الشكل داخل العمل الفني. والآن لننتقل إلى السؤال التالي. اختار الصورة التي يوجد بها تكرار منتظم بوضع علامة صح أسفلها. الصورة رقم 1 أم الصورة رقم 2؟ هيا فكر جيدا. أحسنت، إجابة صحيحة، إنها الصورة رقم 1. الفن الإسلامي. من سمات الفن الإسلامي ابتكار الزخارف الهندسية، وذلك من خلال استخدامه وتكراره للأشكال. تأمل معي هذه الزخارف. أين نرى الزخارف الإسلامية؟ نعم، نراها بالمسجد، وأيضاً نراها ببعض التحف الإسلامية مثل هذا الطبق المزخرف. ولاحظ أيضاً الأبواب، إنه يستخدم التكرار في زخرفة الأبواب. المتحف الإسلامي. لرؤية المزيد من القطع الإسلامية الأثرية، قم بزيارة المتحف الإسلامي في دولة قطر. والآن لنجب عن السؤال التالي. أي الصور التالية تعبر عن الفن الإسلامي؟ الصورة رقم 1 أم الصورة رقم 2 أم الصورة رقم 3؟ هيا فكر في الإجابة. أحسنت، إجابة صحيحة، الصورة رقم 2. تصميم قارب بالأشكال الهندسية. لا تنسى، سوف نصمم اليوم قارباً بالأشكال الهندسية. هذه صور لقوارب شراعية متنوعة في شكلها الخارجي. لنصمم قارباً شراعي، نبدأ أولاً بتصميم القارب، ونضع الأشكال الهندسية، ثم نكرر الأشكال ونقوم بتلوينها، ونختار ألوان مناسبة ونلون في اتجاه واحد وبطريقة مرتبة. يسألنا محمد عن رأينا في لوحته. إنها لوحة جميلة، لقد صمم قارباً بالأشكال الهندسية وقام بتكرار الأشكال فيها، ثم لونها بألوان مناسبة وجميلة. هيا عزيزي الطالب لنتعرف على الأدوات المستخدمة في الدرس. سوف تستخدم اليوم قلم الرصاص وكراسة الرسم وألوان خشبية وألوان فولوماستر. والآن عزيزي الطالب لنشاهد معا الفيديو التالي الذي يعلمنا طريقة تصميم القارب بالأشكال الهندسية. هيا أعزائي الطلاب احضروا أدواتكم ولنبدأ بالعمل. أولا نقوم برسم القارب الشراعي بحجم كبير في المنتصف، ثم نضع الأشكال الهندسية ونبدأ بتكرارها بصورة منتظمة. أيضا نقوم برسم أشكال أخرى بالخلفية التي هي الأرض والسماء، ونقوم بتكرارها. وعند الانتهاء من الرسم نبدأ بتلوين القارب، فنختار ألوان مناسبة وجميلة
ونلون بطريقة مرتبة ونظيفة. وباستطاعتك اختيار الألوان المناسبة التي تحبها. وهنا نبدأ بتلوين القارب. والآن نلون الخلفية، ودائما نراعي الترتيب والنظافة أثناء التلوين، فنقوم بالتلوين بخطوط مستقيمة ولا نترك فراغات بين الألوان. لاحظوا معي الترتيب والنظافة. أيضا باستطاعتنا تكرار الألوان. والآن نقوم بتلوين الأرضية وأشكالها الهندسية. لاحظوا الخطوط المستقيمة في التلوين. عزيزي الطالب، أنت فنان مبدع وتستطيع أن تصمم قاربا جميلا جدا به أشكال هندسية أفضل من هذا التصميم، وعليك أن تلونه بألوان جميلة ومتنوعة. سوف أنتظر إبداعاتكم. لاحظوا معي اختيار اللون الأزرق للبحر وتلوينه بطريقة مرتبة ونظيفة. وبذلك نكون قد انتهينا من تصميم القارب بالأشكال الهندسية. عند تنفيذ الموضوع يتم التأكيد على تصميم قارب وزخرفته بأشكال هندسية متكررة، وتلوين التصميم بألوان مناسبة، وأيضا مراعاة النظافة. نشاهد معا نماذج من الأعمال الفنية للطلاب. لاحظوا معي تصاميم القوارب، نرى بها أشكال هندسية متعددة ومتكررة بطريقة منتظمة وغير منتظمة، وأيضا ملونة بطريقة مرتبة ونظيفة. لنجب عن السؤال التالي: صل الجملة بالعمود ألف بالكلمة المناسبة بالعمود باء. في العمود ألف أرى الكلمات التالية: رقم 1 الأشكال الهندسية، رقم 2 إعادة استخدام نفس الشكل، رقم 3 فن إسلامي. نصلها بالإجابات في العمود باء: الإجابة الأولى هو التكرار، الثانية الزخرفة، الثالثة مثلث مربع دائرة. هيا فكروا في الإجابة. أحسنتم، إجابات صحيحة. إجابات رقم 1 الأشكال الهندسية هو مثلث مربع دائرة. أحسنتم. ورقم 2 هو إعادة استخدام نفس الشكل بالإجابة التكرار. ممتاز. ورقم 3 فن إسلامي، نصلها بالإجابة بالزخرفة. ممتاز، إجابات صحيحة. لنتعرف على واجبنا لهذا اليوم. صمم لوحة عن موضوع تصميم قارب بالأشكال الهندسية مؤكدا على التكرار، ثم لون الدرس بالألوان المناسبة وقم برفعه على برنامج التيمز. هيا لنرى إبداعاتكم. أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس
والإجابة على جميع استفساراتكم. نراكم الدرس المقبل. إلى اللقاء.